الشوط الاولاني جميل جدا، وفريقين كانوا بيلعبوا باحترام جدا، محترمين بعضيهم، ورب كده يكون لحد اخر مباراه يكون في تعاون ما بينهم الاثنين وبين الجمهور، وما يكونش في اي مشاكل ان شاء الله باذن الله، وفوز للجميع سواء اهلي او الزمالك، دول مصريين في الاول وفي الاخر. يعني الزمالك كان نازل ضاغط الشوط الاول صراحه، الاهلي كان مضغوط شويه، بس اخر 10 دقايق ربع ساعه الاهلي فاق، يعني ربنا يسهل الشوط الثاني نكسب باذن الله. والله الماتش كويس لغايه دلوقتي، الاهلي يعني على عكس ما الناس كانت متوقعه قدر يعمل ماتش كويس لغايه دلوقتي يعني، بس كان لازم يجيب جون يعني عشان يضمن الشوط الثاني. ده بيهاجم ده بيهاجم، لا كان شوط كويس يعني، متوقع ان شاء الله الشوط الثاني احسن بكتير يعني ان شاء الله. والله يعني اتمنى الزمالكاوي اتمنى الزمالك يكسب. والشوط الاولاني مش حلو، ما اعرفش خايفين من بعضيهم ولا ما اعرفش، شكل الزمالك النهارده ما يطمنش يعني بامانه يعني. ضغط الاعصاب على اللعيبه قوي جدا جدا، وبالتالي اللعيبه الفرقتين كل فرقه عاوزه تكسب. لا يلعب باك شمال بدلا من سيد معوض تضرب ابراهيم وائل حلو، وانا مش هنكر بس باذن الله الفوز للاهلي. كناش متعودين من الاهلي اللي هو يلعب كده يعني اساسا، يعني بالرغم ان في ناس تعبت كتير يعني. المباراه لحد ما كويسه جدا، حتى لو احنا يعني لا قدر الله ما كسبناش، فكفايه ان احنا لعبنا كويس النهارده يعني. الاهلي حلو حلو، 10 على 10 الاهلي النهارده، احنا كنا عايزين نكسب 2 النهارده. فانت الزمالك يفوز على الاهلي. نشكر جمهور الاهلي وجمهور الزمالك على الروح الرياضيه بين الفريقين. والله كوره مش حلوه يعني، مش يعني مش المستوى بتاع القمة اللي كنا منتظره. اهلا بحضراتكم. طبعا التقرير ده يعني كان اكتر بين الشوطين، عشان كده تلاقوا حضراتكم تعليقات الناس اكتر كانت راحة ناحيه الشوط الاولاني، والشوط الثاني كانوا بياملوا سواء الاهلي او الزمالك ان هم فريق فيهم يكسب. لكن في الحقيقه احنا عايزين نتكلم بتحليل اكتر عن المباراه مع الاستاذ محمود عباس، وهو المحلل الرياضي، عشان نعرف كمان هو في الحقيقه حضر المباراه، عايزين نعرف الجمهور كمان كان عامل ازاي. بنشكر حضرتك انك جيت على طول بعد المباراه، وانا عارفه انه اكيد كان صعب عليك، لكن استاذ محمود عباس اهلا بيك معانا في مصر النهارده. والله هو شرف كبير جدا جدا وعظيم لي ان اكون موجود في البرنامج للمره الثانيه، ويعني مع استاذ خيري ومع حضرتك استاذ منى، يعني ده اعتقد تكريم كبير جدا وحاجه يعني اكتر من اللي انا استحقه بكتير، فطبعا انت اللي منورنا اي حاجه ربنا يخليك. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت واحنا على الهوا انك هتبقى معانا يوم مباراه الاهلي والزمالك، وده شرف كبير جدا جدا. والحمد لله انت النهارده كنت موجود في الاستاد وعملت لقاءات كمان مع اللعيبه وكله، لكن قبل ما تروح وتحكي لنا انت قابلت الحكم وقلت له ايه وقال لك ايه؟ هو انا قابلت الحكم ما طب اجلها شويه علشان تكلمنا عن الماتش الاول. عايزين نعرف منك كيف شفت مباراه الاهلي والزمالك النهارده ازاي؟ تمام. يعني يمكن هي المباراه قبل ما نفصلها فنيا، حابب ان انا اكد على حاجه، الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل المباراه ان مباريات القمه ملهاش اي مقاييس ولا تخضع لاي يعني حاجات او اي سوابق قبليها، ده اللي شفناه بشكل كبير جدا النهارده. الفرقتين كانوا على مستوى المباراه، وكانوا يمكن بيلعبوا كل فريق كان بيلعب يعني بالشكل، كان في طموح كبير قوي عند الفرقتين ان هم يحققوا حاجه. لو هنتكلم فنيا عن المباراه، طبعا الفرقتين نزلوا بتشكيلين، يعني لو اتكلمنا عن الاهلي اللي ما تابعش المباراه من بدايتها كان نزل باحمد عادل عبد المنعم في حصن المرمى، حسام غالي ليبرو، وائل جمعه وشريف عبد الفضيل اثنين مساكين، ناحيه اليمين كان احمد فتحي، وناحيه الشمال كان سيد معوض. في وسط الملعب كان بيلعب حسام عاشور وشهاب الدين احمد ومحمد بركات ومحمد ابو تريكه تحت راس الحرب الوحيد محمد طلعت. يعني يمكن تشكيل طبعا كان متوقع، اللهم الا كنا متوقعين ان ممكن ينزل جده وما يبداش بمحمد طلعت، لكن شايف ان محمد طلعت كانت بدايه غريبه شويه، اللاعب ما لعبش بقاله فتره. هو طبعا احنا كلنا استغربناها، لكن يعني يمكن كابتن زيزو كان ادرى بفرقته، كان ادرى ان محمد طلعت كان ممكن ان هو يؤدي. محمد طلعت النهارده الحقيقه ما كانش سيء، يعني محمد طلعت كان بيعمل محطه هجوميه كبيره جدا بالنسبه لنا، كان عامل شغب ورا، لكن بالظبط. لكن هي المشكله محمد طلعت كان بيقدر ان هو يستلم الكوره ويتوغل داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، لكن هي عمليه استلامه للكره داخل منطقه الجزاء هي اللي كانت فيها او عمليه التعامل مع الكره داخل منطقه الجزاء هي اللي كان فيها مشكله شويه. يعني هو لو كان يمكن اتقن دي في اكتر من فرصه، محمد طلعت جات له فرصه وكان بينطلق وكان بيقدر ان هو يعمل عمليه الخلخله الدفاعيه بالنسبه لدفاع نادي الزمالك، لكن ما كانش بيجيد التعامل مع اللمسه الاخيره داخل منطقه الجزاء هي دي اللي كانت بتنقصه بشكل كبير. نادي الزمالك كابتن حسام يمكن فاجئنا بتشكيل احنا ما كناش متوقعينه، طبعا هو لا خلاف على عبد الواحد السيد
السيد في حراسه المرمى ولعب بمحمود فتح الله وعمرو الصفتي كاثنين سيرد باكات. كان بيلعب النهارده باربعه، ناحيه اليمين كان بيلعب باحمد غانم وناحيه الشمال كان محمد عبد الشافي. اللي احنا ما توقعناهوش ان هو لعب بثلاثه ديفندرز في نص الملعب، لعب بعمر جابر وابراهيم صلاح وحسن مصطفى، ولعب المحطه الهجوميه اللي هو استخدمها ان هو لعب بحزم امام وشيكابالا كتحت المهاجم محمد ابراهيم النهارده. يعني احنا ما توقعناش ان هو يلعب بالثلاثه بالشكل ده، لان دايما احمد جعفر هو اللي كان بيبدا المباراه. لكن اللي انا عايز اقوله ان هو يعني هو بدا المباراه دفاعيا اكتر منها هجوميا. هو كان نازل واضح جدا جدا ان هو صحيح. كان بيامن نص ملعبه، لان الثلاثه اما يلعب بثلاثه ارتكاز في نص الملعب هو عايز يقفل المساحات في نص ملعبه على اختراقات النادي الاهلي. لكن هو قال الناحيه الهجوميه شويه بالنسبه له، لان ما كانش بس ما هو كان مراهن على الاختراقات اللي هتيجي من الاجناب من عنده مع سرعه لاعبيه. ما هو الاختراقات من الاجناب سواء ما كانت من احمد غانم او محمد عبد الشافي كان برده في ناحيه دفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي، ان احمد فتحي وسيد معوض. احمد فتحي كان ممكن ان هو يزيد في نص الملعب في الشوط الاولاني، لكن هو كان واقف له بشكل كبير جدا، يعني كان عشان يمنع اختراقات سواء حازم امام او يمنع اختراقات محمد عبد الشافي. فكان قادر بشكل ان هو برده بشكل كبير ان هو يمنع الكلام ده. فبالتالي كابتن حسام زي ما بقول لك الناحيه الدفاعيه كانت اذى بكتير جدا من الناحيه الهجوميه في نص الملعب. يعني كان هدفه انه ياخد النقطه، يعني الحد الادنى هو النقطه. ده ظهر في الاخر ده ظهر في اخر ثلث ساعه اللي ظهر كده، يعني ظهر من بدايه المباراه. انا ما توقعتش ان هو هيبدا بالشكل ده، لان كمان المشكله ان هو زي ما بقول لك اعتمد على حازم امام وشيكابالا ان هم اللي كانوا يبقوا المحطات الهجوميه بتاعته في نص الملعب. لكن نجح بشكل كبير جدا النادي الاهلي ان هو يقفل نص ملعبه عن طريق حسام عاشور وشهاب اللاعبي الارتكاز اللي هم كانوا بيقدروا ان هم يمنعوا اختراقات نادي الزمالك من نص الملعب. فبالتالي كانوا بيمنعوا برضو وصول الكوره لحازم امام وشيكابالا. فالقدره الهجوميه بالنسبه لنادي الزمالك كانت قليله، وحتى لما كانت الكوره بتوصل لحد من الاثنين، يعني لما شفنا اكتر من كوره وصلت لشيكابالا وانطلق ودخل منطقه جزاء النادي الاهلي، كان بيلاقي تمركز جيد جدا جدا من وائل جمعه وشريف عبد الفضيل وحسام غالي في مركز الليبرو. الثلاثه كانوا الحقيقه متفاهمين جدا النهارده، الثلاثه كانوا بيعملوا حاجه ما شفناهاش من اكتر من مباراه، ان هم كانوا بيتمركزوا او بيوزعوا نفسهم على الخطوط الخلفيه صح جدا. ما كانوش بيقفوا على خط واحد، ما كانوش بيسمحوا ان يبقى في سرعات داخل منطقه جزاء النادي الاهلي زي ما كان حاصل مثلا في مباريات قبل كده. فكل العوامل النهارده تضافرت بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يؤدي اداء مباراه. يعني مين النجم النهارده يا استاذ محمود؟ انا عاجبني جدا جدا حسام غالي لاكتر من سبب. اولا حسام غالي انا كنت من الناس اللي زعلانين جدا على حسام غالي في الفتره اللي فاتت، لان ده لعيب يمتلك امكانيات كبيره جدا جدا، وكنت حاسس ان هو يعني مش مظلوم، بس كنت حاسس ان هو مش قادر يطلع كل اللي عنده، مش قادر يخرج كل الحاجات اللي كان ممكن ان هو يخرجها. كابتن زيزو قعد اكتشافه في مكان الناس كلها ما كانتش متوقعه ان حسام غالي ممكن ان هو يلعب في المكان ده، وهو مركز الليبرو. الحقيقه تمركزه عالي جدا في كل المباريات اللي لعبها، يعني حتى لو تبص الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت هتلاقي ان اغلبها الخطا ما كانش من حسام غالي. حسام غالي بيعمل حاجه كمان غير ان هو في مركز الليبرو، لما الكره بتكون مع النادي الاهلي بيزيد في نص الملعب وبيعمل زياده عدديه عشان يقدر يخلي كان موجود في منطقه الجزاء الزمالك اكتر من مره. ما انا بقول لك حسام غالي كان ليه كوره كانت ممكن تبقى هدف محقق، كوره انطلق بيها سيد معوض من ناحيه الشمال ودخل منطقه الجزاء ولعبها عرضيه وكانت بيواجهها حسام غالي براسيه. لو كان حسام غالي وجهها في اتجاه المرمى كانت هتبقى هدف محقق للنادي الاهلي، لكن هو التعامل معها في اللمسه الاخيره هي اللي كانت، لان هو وجهها ناحيه القائم الايسر بالنسبه لنادي الزمالك. فبالتالي كان ممكن كمان زياده ودي بغض النظر ان هو كان ليبرو وكان متواجد في اكتر من كوره في منطقه جزاء النادي الاهلي كان بيقدر ان هو يدافع كويس. كمان كان زي ما بقول لحضرتك بيزيد في نص الملعب عشان يعمل الزياده العدديه في نص الملعب، ويخلي ان نص الملعب بدل ما هي طريقه 3 5 2 كانت في فترات ما يكون الكوره مهاجم فيها الاهلي كانت بتحول 4 4 2 بزياده حسام غالي نص الملعب. وهو استحق الحقيقه النهارده ان هو يبقى نجم المباراه بشكل كبير. كابتن محمود شفت ازاي وجود احمد عبد المنعم؟ انا استغربت جدا من وجوده الحقيقه، لان انا كنت متوقع ان هو يبدا بمحمود ابو السعود، خاصه ان حتى احمد عادل كمان ما
كانش بيلعب المباريات اللي قبل ما يلعب فيها محمود ابو الصعود كان بيلعب شريف اكرامي. فاحمد عادل كان بقاله فتره طويله جدا ما لعبش، لكن كل الكرات اللي جات لاحمد عادل الحقيقه نقدر نقول اللي هو تعامل معاها بشكل كان عنده خروج واحد خاطئ في كره عرضيه. بالظبط يعني هو تقريبا الكره اللي راحت على المرمى يعني. تمام ما هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان المباراه ساعدته كمان النهارده. يعني المباراه تشكيل كابتن زيزو هو ساعده قوي. لا وتشكيل برضو انا عايز اقول ان تشكيل كابتن حسام كان دفاعي اكتر من هجومي. والجمعه برضو كان هايل. ما هو طبعا بس انا اللي بتكلم فيه ان حتى الهجمات ما كانتش كتيره على النادي الاهلي بالقدر الكافي ولا يعني ولا شوطه لو ما فيش اختبارات يعني يعني تختبر. يعتبر لكن لو هنتكلم عن النادي الاهلي احنا اتكلمنا عن النادي الاهلي دفاعيا، لو اتكلمنا كمان عن النادي الاهلي هجوميا في برضو يعني الاهلي النهارده كان متزن دفاعيا وهجوميا. يعني الاهلي النهارده كان في اتزان هجومي اتزان وسطيا لكن هجوميا ازاي هجوميا مش قصدي اتزان هجوميا، انا قصدي ان في عمليه ربط ما بين الدفاع والهجوم. يعني وجود محمد بركات ومحمد ابو تريكه ومحمد طلعت بالنسبه للنادي الاهلي محمد طلعت كان بيلعب راس حربه صريح النهارده. نادي الزمالك ما كانش عنده راس الحربه اللي ممكن تقدر تقول عليه في الشوط الاولاني، هو دفع باحمد جعفر في الشوط الثاني لكن ما كانتش دي موجوده. فاللي عايز اقوله لك ان انا قصدي ان الاهلي ما كانش مركز على الناحيه الدفاعيه فقط، هو كان قادر ان هو يلعبها صح لكن انطلاقات محمد بركات في نص ملعب النادي الاهلي كانت بتشكل خطوره كبيره جدا على نادي الزمالك دفاعيا. اما محمد بركات كان بيروح ناحيه الشمال كان بيعمل جبهه هجوميه مع سيد معوض بشكل كبير، كان سيد معوض بيقدر ان هو يمرر لمحمد بركات في نص الملعب وتجد توغلات محمد بركات بمثابه خطوره كبيره جدا على نادي الزمالك. اللي عجبني كمان في بركات ان هو ما كانش بيلتزم بمكان معين في الملعب النهارده، تلاقي بركات مره ناحيه الشمال وتلاقيه راح جنح مع احمد فتحي ناحيه اليمين، فكان بيعمل جبهه هجوميه كبيره جدا جدا مع يعني في كل جوانب وسط ملعب النادي الاهلي. ده اللي انا عايز اقوله لك. فاللي كمان عايز اقوله لحضرتك حاجه ان يعني انا برضو عايز اتكلم على التغييرات، لان انا عايز اعرف بس انت بتقرا كده انت كاتب